تعالى أقول لك في أول حكاية، هنحتاج نقصر الكلام في البداية عشان نمشي صح في طريق للنهاية. هقول لك كلام من أحلى الكلام، وإيدي بإيدك هنبني الأساس، وطوبة بطوبة هي على يا ناس، علشان نبني جيلنا هنقولها بقوة، يا ماما يا بابا يا جدو يا تيتا، يا أبلة يا حلوة، يا مستر يا عيلة، نربي نعلم ونزرع فضائل، وحلقة في ودنك مفيش طفل فاشل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بيكم في أولى حلقات برنامج الجديد حكاوي أماني. حكاوي أماني فكرة، حكاوي أماني معلومة، حكاوي أماني غنوة جميلة جدا هتسعد أولادنا. وفي كل حلقة هيكون معايا إن شاء الله ضيف يساعدني إن أقدم لأولادنا أحسن حاجة في الدنيا. والنهاردة أنا اخترت ضيوفي بعناية، لأنهم بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى هم سبب من أسباب وجودي معاكم النهاردة. فريق كورس المعلمة المحترفة اخترت إن هم يكونوا ضيوفي النهاردة علشان هم اللي بيساندوني وبيقفوا جنبي في محاضراتي، في مؤتمراتي، في ورش العمل بتاعتي. كل حاجة كانوا هم اللي بيعملوها لي، وكل حاجة كانت بتسعد الأطفال كانت بتبقى من صنع إيديهم. كانوا دايماً يقولوا لي احلام يا مس أماني وأحلامك أوامر. رحبوا معايا مشاهدينا الكرام بضيفتي الأولى أستاذة نجلاء السيد، مديرة حضانة الطفل المحترف بالجيزة وفريق عمل كورس المعلمة المحترفة. أهلا بيكي، نورتيني يا نجلاء. أهلا بيكي يا أستاذة أماني، اتشرفت بوجودي معاكي النهاردة، والله مبسوطة جدا. رحبوا معايا كمان ببنت قلبي مس هند، صاحبة صفحة اتعلم صح مع نودي، وأشطر معلمة تأسيس شفتها في حياتي في ازدقازيق. شرفتيني النهاردة هنا، أنا سعيدة إن أنتم معايا النهاردة. احنا اللي شرفنا. وأنا عايزة أبدأ كلامي لأن عنوان حلقتي بيقول ما فيش طفل فاشل. عايزة أسألك يا نجلاء، أنت قابلتك في شغلك أطفال فاشلة؟ صراحة ما قابلنيش خالص حد فاشل. هو فعلا أنا مؤمنة جدا بالمقولة دي جدا، ومطبقاها وشايفاها في أطفال كتير. الطفل ذكي جدا، عنده درجة استيعاب قوية جدا. المشكلة كلها في توصيل المعلومة. الفشل الحقيقي في توصيل المعلومة، سواء كانت من معلمة، سواء كانت من أم، سواء كان من أب. الأطفال اللهم بارك عليهم عندهم قدرة على الحفظ وقدرة على الفهم كويس جدا. ما قابلتش أي حد. اشتغلت مع جميع الفئات. اشتغلتي مثلا مع صعوبات تعلم مثلا اللي انت بتتعاملي معاه وتفهميه؟ اشتغلت مع صعوبات تعلم، واشتغلت مع تأخر دراسي وعندهم توحد، وكان في نموذج معايا يعني اللهم بارك. هي دلوقتي كان بقالي معاها سنة، هي عندها صعوبة تعلم جدا، كان كله بيقول لها انت فاشلة، انت مش فاهمة حاجة، انت ازاي هتتعاملي معاها يا مس نجلاء، هي ازاي هتفهم منك. اعتمد كلي على ان هي بتحبني، الله. وحسيت ان مجرد ما انا هوصل لقلبها، وصلت لقلبها عموما، فبالتالي هقدر اوصل لعقلها. واللهم يعني بارك. بالحب زي ما دايما بنقول، والنادي لما الطفل يحبك وتنزلي لمستواه تقدري تملكي قلبه وعقله. طيب انا من ساعه ما دخلت كده في حاجه انا لفت نظري، ممكن اعرف ايه هي؟ لا يوجد طفل فاشل. مقوله حطها في حضانتي عشان مؤمنه بيها جدا جدا جدا. كل ولي امر بيدخل بيشوفها عشان يحط في دماغه ان ما في، ما ينفعش يقول لابنه انت فاشل، ما ينفعش يقول لابنه انت مش عارف، انت مش شاطر، انت مش كويس، او انت ما بتفهمش. او الكلمه انت ما اللي بنسمعها بتفهمش، كتير قوي من الامهات، او انت ليه مش زي فلان. لا، انت كده بتكسري ثقته بنفسه. بلاش يا ماما. يعني انت المقوله دي عندي في معاكي في الحضانه. شغلك على طول. طيب احنا فريق الاعدادي جهز لنا فيديو لمس نجلاء، معانا فيديو ليها لو سمحتوا. Thank you.
ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام بعد ما شفنا الفيديو الجميل الخاص بمس نجلاء اللي شفنا في المكان. كل فيديو بتقدمه مع الولاد وفي كل شغلها مقولة لا يوجد طفل فاشل. أنا بحييكي يا مس نجلاء، وبوجه رسالتي معاكي النهاردة لمعلماتنا وأمهاتنا، وبنقول لا يوجد طفل فاشل. دلوقتي عايزة أسأل هند، أنا عرفت أن أنت لسه بتدرسي طبعا في الجامعة، وناس كتير ما تعرفش أن أنت بتدرسي، ومع ذلك أنت من أشطر معلمات التأسيس في الزقازيق. أنا عايزة تتكلمي في الموضوع ده عشان فيه تشجعي بنات كتير جدا ممكن تكون الدراسة معطلاها عن إن هي تعمل حاجة بتحبها. أنا عايزة أعرف منك إزاي عملتي المعادلة الحلوة دي، إنك تبقي بتدرسي وفي نفس الوقت بتعملي حاجة بتحبيها وشاطرة فيها جدا. تمام، دي حقيقة فعلا. أنا بشتغل من أول يوم ليا في الجامعة. هي معادلة صعبة وبتاخد مني مجهود كبير جدا، بس مفيش حاجة صعبة. بالإصرار والعزيمة ممكن نحقق أي حاجة. لازم نحط قدامنا هدف نقدر نوصله، نكون حابين حاجة ونحطها قدام عينينا عشان نعرف نوصل لها. دراستي بتخدم شغلي جدا، انا في كلية تربية قسم انجليش، فبيخدم شغلي جدا. بدي كورسات، مش بواجه صعوبة مع الاطفال، بحس ان انا بالعكس طول ما انا بوصل وباخد كورسات وبتعلم حاجة جديدة بفيدهم اكتر. بتطوري من نفسك اكتر. وده انا اللي سمعت كلمة انت فاشلة مش الاطفال، دايما يقولوا لي انت فاشله، انت ازاي بتعملي كل ده وانت تدرسي، انت مش معاكي شهاده، انت مش هتوصلي، استني لما تخلصي. لا بالعكس، انا مش هستنى لما اخلص، انا بتعلم كل يوم، بتعلم حاجه جديده بفيد بيها اطفالي اكتر. جميل، يعني انت اثبتي ان انت مش فاشله. لا انا بحييكي. طيب ايه حكايه مبادره كوني غير؟ كوني غير دي فكره جات لي وانا في التربيه العملي. دايما نروح نمضي حضور وانصراف عشان ناخد درجه بس مش اكتر. طيب ليه ما استفدش مع الاطفال وافيدهم بفكره جديده تخصني، يمكن اللي انا بعلمه لاطفالي في الكورسات مش بيعلموه في المدارس. فطلبت من مست ان انا اقدم لهم حاجه مفيده، فقالت لي هتقدمي ايه فرجيني. كان معايا وسيله صغيره، دخلت الفصل. طب اسيطر عليهم ده عدد كبير، اعمل ايه؟ يلا نغني، يلا نغني يا مست. غنيت معاهم اغنيه في دقيقه، جذبت انتباه 40 طفل كانوا كلهم حواليا. بعد ما خلصنا بنحبك قوي يا مس، تحبوني ليه؟ عشان انت بتغني معانا وبتحبينا ووصلت لنا المعلومه بطريقه سهله جدا. يعني انت كنت غير. كنت غير. حولتي حصه التربيه العملي اللي كلها روتين لحصه كلها بهجه. تمام. السؤال اللي جاي بقى، انت ازاي قدرتي تنزلي لمستوى الاطفال، وازاي قدرتي تبقي يعني متقنه في عملك كده وفي نفس الوقت من اشطر المعلمات، وصيتك بقى في الزقازيق مسمع قوي كده؟ ايه ازاي قدرت؟ يمكن صغر سني بيخليني اتعامل معاهم بطريقه جميله جدا، بنزل لمستوى تفكيرهم، بكون طفله في وسطهم في الحصه. تمام. دايما في اولياء امور كتير قبل ما ياخدوا ثقه مني بيسمعوني من ورا الباب، يعني انت بتعملي ايه لاولادنا، بيحبوكي كده ازاي. يعني انت جذبتي انتباه الكبار اصلا. جميل. تمام. بستعمل في الحصه بتاعتي وسيله، فكره، مقوله بسيطه، لعبه بسيطه، ممكن في الكراسه وانا قاعده نعمل بس رسمه تبسط لهم المعلومه. جميل. حاجه بسيطه احنا هنتكلم عنها حالا. تمام. بس انا بنادي كل المعلمات اللي بتتفرج علينا النهارده ان انت تكوني معلمه بشوشه، ان انت تكوني معلمه مبهجة. ان انت تكوني مبتكره. ابعدي عن التلقين، في حاجه اسمها متعه التعليم او التعلم من خلال اللعب، ده بيوصل لعقل اطفالنا والقلب اطفالنا بسرعه جدا. ممكن اتشوقت بقى للباقي اللي انا شايفاها دي. دي حاجه بسيطه وانا بعلم الاطفال. انا شغلي اكترته مع التاسيس سن صغير، فبديهم مثلا الحرف ده عايز اشرحه له، فاغني معاه اغنيه بسيطه هقول له انا 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 حرف الباء، انزل وامشي واطلع تاني، تحتي نقطه وعي تنساني، باء بطه، باء بكره، باء حلوه جميله وشاطره. خليه يكتب معايا حرف الباء واقول له انزل وامشي واطلع تاني، تحتي نقطه وعي تنساني. طيب يا مس هند انا بستاذنك، انا في اطفال النهارده قاعده مستنيانا وبتتفرج علينا، ممكن تقوليها لنا مره كمان؟ تمام. انا 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 حرف الباء، انزل وامشي واطلع تاني، تحتي نقطه وعي تنساني، باء بطه، باء بكره، باء حلوه جميله وشاطره، انزل وامشي واطلع تاني، تحتي نقطة وعي تنساني. وده كان حرف الباء معانا النهارده. جميل 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 جميل، انا بحييكي. ودلوقتي معانا احنا معانا اتصال تليفوني.
طيب طيب اوكي. ممكن فريق الاعداد لو سمحتوا نجهز الفيديو بتاع بيس هند، نطلع نشوف الفيديو الجميل اللي معانا ده ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا الفيديو الجميل الخاص بمس هند في مبادرة كوني غير، يعني انت حاسة ان انت غير اي حد تاني، غير اي حد. انا بحييكي، انا شايفة الفرحة في وسط الولاد اللي انت واقفة بتغني معاهم في حصة التربية العملي. وفعلا انا بناشد كل المعلمات اللي بتتفرج علينا النهاردة والطالبات اللي لسه بتدرس في الجامعة، كوني غير، خلي قدامك هدف، حسي قدام نفسك ان انت كل الطاقات اللي جواكي تقدري تطلعيها. قولي لنفسك انا مختلفه، قولي لنفسك انا مبتكره. معلمه رياضه الاطفال الجميله، كل الاطفال لازم تكون بتحبها. احنا معانا اتصال تليفوني. السلام معانا، عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معانا ميس اسماء ابو اليزيد، اهلا بيكي، اهلا حضرتك. شرفتيني. يعني المفروض ان حضرتك كنت تبقي معانا النهارده، ولكن لظروف خاصه انت اعتذرتي. انا بحييكي وبحبك جدا وبشكرك قدام كل الناس، لانك فعلا من افضل معلمات اللي بتساعدني انا شخصيا في عمل الوسائل اللي بستخدمها في شغلي مع الاطفال، في حضانتي وفي كورساتي وفي ورش العمل بتاعتي. ايدك تتلف في حرير. انا سعيده ان انت معانا النهارده، وعايزه اسالك. اهلا اهلا بيكي يا مس اسماء. عايزه اسالك سؤال بقى يا مس اسماء، قولي لي فكره عمل الوسيله للاطفال، انت شايفه ان هي حاجه مهمه؟ طبعا حاجه مهمه جدا، انا لمستها عن نفسي في شغلي. جميل. الوسيله انا ليها مسمى عندي خاص، الوسيله هي سحر الانتباه والتركيز بالنسبه للطفل. سحر يعني الانتباه. سحر تاني تاني، سحر الانتباه، سحر والتركيز. والتركيز سحر، يعني بتعمل سحر. بتسحر قلوب الاطفال. تمام. طبعا كفايه اني انا ابقى داخله الحصه والطفل ممكن يبقى مشغول باي حاجه موجوده، فهو متشوق جدا، هو عايز يعرف انا مخبيه ايه ورا ايدي. تمام. فبطلعها وبينتبه معايا وعايز يعرف ايه ده، معنى ان هو ايه ده، ده الميز داخلالي بوسيله، ده الميز داخلالي بحاجه غريبه، يعني انا مش هاخد درس. يعني بتعرفي تلفتي نظره بيها. بالظبط كده. طب قولي لي بقى يا مس اسماء، هل صعب على انا مش هقول المعلمات، لان انا عارفه ان المعلمات اللهم بارك سهل ان هي تقدر تعمل اي وسيله هي عايزه تعملها، ولكن انا عايزاكي توجهي الكلام ده للامهات اللي قاعده في البيت. هل سهل على الام ان هي تقوم تعمل مع ابنها وسيله في البيت، ولا دي حاجه صعبه؟ لا هي مش حاجه صعبه خالص، هي بالنسبه لها حاجه سهله جدا. مش معنى ان انا هعمل وسيله يبقى انا عايزه اروح اكلف واشتري خامات كتير من المكتبه واعمل وسيله واعجب نفسي، لا بالعكس، انا ممكن اعمل باقل الخامات وباقل حاجه عندي في البيت اعمل للطفل وسيله واخليه يشارك معايا. تمام. الوسيله مش هدف الوسيله او معنى ان انا اعمل وسيله يبقى اكلفها تكليف عالي، لا، بحته كرتونه موجوده في البيت ممكن اعمل وسيله، بطبق فيلم ممكن اعمل وسيله، وبالنسبه للطفل هو كده بيلعب مع الام. جميل. مش ما هو بيذاكر. وهرجع واقول لحضرتك تاني، مفيش طفل فاشل. مفيش طفل فاشل. انا بحييكي يا استاذه اسماء، وان شاء الله لينا مع بعض لقاءات باذن الله. شكرا ليكي. طيب انا عايزه اقول لكم على حاجه بقى. والدتي الله يرحمها كانت بتعمل لي من الورق مروحه، وكانت بتعمل لي منه، طبعا انا اكبر منكم شويه عشان بقول لكم زمان، وكانت بتعمل لي من الورق مركب نعومها كده على وش الميه، وكانت تعمل لي من الورق صاروخ نطيره. وزينه رمضان دي مستحيل نشتري حاجه اسمها زينه، احنا كنا احنا اللي بنقعد نعملها بالورق كده والدقيق. فانا طبعا مش هقول للامهات ارجعي اعملي المروحه وارجعي اعملي المركب، ولكن انا عايزاها تبدا تتعلم تواكب بقى العصر، عايزاها تعمل وسائل، يعني تقعد مع ابنها تعمل وسيله تضحكوا بيها، تبسطوا بيها، تحكي له قصه بيها، تعلمه من خلالها اي حاجه. وعايزاكم النهارده، يعني انا طلبت منكم الطلب ده قبل الهوا، وانتوا قلت لي هنحقق الموضوع ده، ان انا ان شاء الله في كل حلقه هنقدم دايما وسيله معانا، ونشجع الام اللي بتتفرج علينا ان هي بعد الحلقه تقوم تعملها ان شاء الله. انتوا مجهزين لنا ايه بسيط ما ياخدش وقت؟
احنا مجهزين الشمس الشموسة، انا دايما بسميها الشمس الشموسة، نقدر نعملها بأبسط الأشياء. ورق لوح عادي جدا، دي ورقة لوحة عادي عادية جدا تمام. ممكن يا مس نجلاء من الكنستون، ممكن من الفوم، من اي حاجة، بس احنا بنقول بأبسط الأشياء. بأبسط الأشياء تمام، نقدر نشتغل دايرة بسيطة جدا بنعملها بشكل عشوائي. ماما هي اللي هتساعدنا وتعمل، نطلع ننزل منها برضو، عرفنا الطفل ازاي يعني. انت كده رسمتي الشمس على اللوحة. تمام، دائرة طبعا هنحاول نفرغها بس عشان وقت البرنامج. اعتقد التفريغ يعني انت الادوات اللي مستخدماها ايه؟ الادوات اللي مستخدمينها هو المقص، بس يفضل للطفل المقص. يعني ماما تستخدم المقص العادي، لكن الطفل يا جماعه يستخدم معانا المقص البلاستيك. تمام، مع صمغ طبعا عشان هنلزق العيون بعد ما فرغتيها ادتنا الشكل، ممكن توضحه لنا؟ هتطلع بالشكل ده في الاخر مع التفريغ طبعا. هنلزق عليها العيون طبعا يا ماما. العيون في عيون متحركه وفي عيون بالفوم. ممكن متحركة يعني ممكن لو موجوده في مكتبه العيون المتحركه دي احط العيون دي في الشمس، وممكن ان انا من الفوم اقصها اعتقد زي اللي معايا بالظبط كده. الشمس البسيطه دي رسمت الشمس وقصتها، ومن الفوم عملت العيون وعملت البق الصغير اللي بيضحك دوت. اقدر اعمل اقدر اعمل برضو من نفس الوسيله نفس الله الحاجة. حاجه تانية مختلفة بنفس الادوات اللي انا استخدمتها بقى وانا قايمه الصبح كده بعد ما صحيت ابني اللي بيبقى قايم مش طايق نفسه ومش عايز يروح المدرسه، ورحت داخله الصبح قايله له صباح الخير وضحكه معايا كده ومشجعني يقوم معايا. تمام جميل. طب ممكن تعملي واحده قدامنا؟ طبعا في فوم جليتر بستيكر برضه بفضله اكتر من الصمغ، ان هو مجرد بشيل الستيكر وبلزق العيون طبيعي جدا. تمام، يعني دي باللزقه بيشيل الستيكر فده بيبقى افضل ليه، وطبعا الابن هيشارك مامته فبالنسبه له هتبقى حاجه ممتعه جدا. عايزه اقول حاجه، يا ماما يا بابا يا كل الحبايب، تعالوا نرجع زماننا اللي غايب، نفكر ولادنا بايام زمان، نربيهم على اصولنا كمان، لفيس ونت وكرتون نسيبهم يشوفوا، نضيع ولادنا وبايدنا يتوهوا، ده انا لو عملت لابني بايدي وسيله بسيطه وسهله جميله ومفيده، هيطلع معلم مفكر وقبطان سفينه، خطيب يبني امه وليله كبيره. يلا بايدكم معانا نحافظ على الامانه. النهارده ان شاء الله اطفالنا الحلوين ماما هتقعد معاه في البيت ويعملوا الشمس الحلوه الجميله دي مع بعض. انا بشكركم على البساطه والجمال ده، بس اسمحوا لي بقى مدام انا مسكت الشمس الجميله دي انا هغني اغنيه لاولادي، تسمحوا لي؟ لما الشمس بتطلع بدري وكل الناس على الشغل بتجري، وعمو محمد في الدكان واقف ابدا مش كسلان، وسعيد رايح على مدرسته شايل شنطه وفيها كراسته، عمو محمد ويا سعيد وكمان اصحابنا الشطار، ابدا ما بينسوا الاذكار، ابدا ما بينسوا الاذكار. انا متشكره لكم جدا، وعايزه اقول لك يا مس نجلاء لو سمحتي، لو الشمس الجميله دي ممكن تعرضها لنا؟ لو انت ماسكه الشمس الجميله دي وقاعده دلوقتي في الفصل مع اولادك هتقولي لهم ايه؟ هقول لهم يا شمس يا شموسه تعالي طل علينا، ادخلي لينا من الشباك، ادخلي ادخلي ادخلي، واطردي لينا الميكروبات، اطردي اطردي اطردي، وتنططي هنا هنا وهناك، نططي نططي نططي، هي. شكرا لك. معانا فيديو هنروح نشوفه مع بعض. وزي ما قالها عمو فؤاد زمان في كلمتين وبس، هتقولها ماما أماني النهاردة في كلمة ونص. ماما يا حبيبتي فاشل ما تقوليش، ما انت لو قلتيلي فاشل فاشل هتلاقيني، ولو قلتيلي شاطر شاطر هتلاقيني. أرجوكي بكلمة واحدة، أرجوكي بكلمة حلوة محتاج تشجعيني. في آخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة، مستنياكم زي النهاردة إن شاء الله في حكاوي أمين. السلام عليكم.